ازيكم؟ النجاح له عوامل كتير قوي، وانا من زمان اهتميت ان انا اعرف عوامل النجاح دي وان انا اقرا عنها وان انا احاول اطبقها في حياتي، بس اكتشفت ان تحديد عوامل النجاح بيعتمد على تحديد نوع النجاح اللي احنا عاوزينه. وازاي بنقيس النجاح ده؟ هل بنقيسه بالفلوس اللي بنكسبها او اللي بنحققها؟ هل بنقيسه بمنصب؟ هل بنقيسه بشهرة؟ بنقيسه بإيه؟ لما بنحدد المقياس اللي بنقيس بيه النجاح، وده بيبقى شيء شخصي لكل واحد فينا بيختلف عن الآخر، بنقدر نحدد إيه مجموعة عوامل النجاح اللي هتساعدنا إن احنا نحقق النجاح على حسب ما احنا شايفينه ومعرفينه. في حاجات عامة ما حدش بيختلف عليها، وفي حاجات هتبقى خاصة مرتبطة بنوعية النجاح اللي بقول لكم عليه. لكن لقيت ان من الاسهل تحديد عوامل الفشل. لو انت حاسس ان انت فاشل في عملك وعايز تعرف يا ترى ليه انا فاشل في عملي، النهاردة هجاوب على السؤال ده. اول سبب من اسباب الفشل في العمل هو افتقارنا لاخلاقيات العمل. واخلاقيات العمل دي بتشمل مجموعه من الاخلاقيات والخصائص اللي لو مش موجوده فينا هنفشل، سواء فشل سريع او فشل بطيء، سواء فشل يعني نص نص او فشل ذريع. يعني مثلا النزاهه، الانسان اللي ما عندوش نزاهه وشرف يمكن ينجح بعض الفترات، يمكن ينجح شوية، يمكن يقدر ينفذ بالرشوة اللي خدها، يمكن يقدر ينفذ بالمصلحة اللي عملها، لكن على المدى الطويل ممكن يفشل، مش ممكن هيفشل، وهيقع وهتبقى وقعته وحشة قوي. حاجات تانية زي الصدق، زي جودة العمل، زي المهنية والاحترافية، يمكن كلمات بقت إلى حد ما مش موجودة ومش متوفرة في لغتنا اليومية. يعني إيه المهنية؟ يعني البروفيشناليزم، يعني إن أنا أنضبط، إن أنا أحافظ على مواعيدي، إن أنا شخصيتي في العمل تكون شخصية وقورة ومحترمة، إن أنا أبقى عارف إيه اللي مطلوب مني وأعمله. حاجة يعني لاحظتها ان في ناس بتبقى مش عارفة ايه اللي مطلوب منها، وبتاخد هذه الوظيفة او هذه المهنة وتتخبط. عشان كده لما عملوا توصيف وظيفي كانوا عشان يحلوا المشاكل اللي بتحصل، ان الموظف او الشخص او العامل مش عارف ايه اللي مطلوب منه. الأسوأ كمان إن إحنا ممكن ندخل في عمل توكل إلينا بعض المهام، المهام دي إضافية أو زيادة، ونبتدي نركز على الحاجات التانية ونسيب الحاجات المهمة، ويبقى ما عندناش وقت ولا جهد ولا طاقة للحاجات المهمة الأساسية اللي مطلوبة مننا، ونبقى مستغربين يا ترى المدير بيعملنا كده ليه، يا ترى بيحاسبنا كده ليه، لأن إحنا ما عملناش الحاجات الأساسية اللي مطلوبة مننا. ودي حاجة أنا تعلمتها مش في مقتبل حياتي، بعد شوية بقى بعد ما اشتغلت كذا سنة وعرفت ان لازم الاول اركز على الحاجات الاساسية اللي مطلوبة مني الاول، قبل ما افكر في حاجات جديدة، قبل حتى ما افكر في تحسين العمل. ما ينفعش ان انت تروح مكان ولسه ما اثبتش نفسك ولا اثبت جدارتك وتبتدي تتكلم عن تحسين العمل ونغير ازاي ونعمل ازاي. من ضمن برضو أخلاقيات العمل تحمل المسؤولية، وحاجة مهمة قوي العمل في فريق. هل أنت تقدر تعمل وسط فريق ولا لا؟ هذا الفريق فيه شخصيات مختلفة، وفي أنماط من الورك ستايلز مختلفة، وفي أساليب مختلفة، وفي أجندات مختلفة، كل واحد له هدف غير التاني. هل هتقدر تبقى جزء من هذا الفريق وما تبقاش أنت بقى
الحيطة المايلة أو الصامولة اللي مش مربوطة كويس اللي ممكن تفرط عقد الفريق. وأهم حاجة كمان في أخلاقيات العمل هي اتباع سياسات العمل وسياسات الشركة، سواء المكتوبة أو المتعارف عليها، ودي بتتسمى أحياناً الكالتشر بتاعت الشركة، ثقافة الشركة، بيفكروا إزاي اللي أسسوا الشركة أو بدأوا العمل في الشركة ممكن يكون من 100 سنة، حطوا أساس للعمل في الشركة، بيبقى جزء منه كبير قوي مكتوب. مكتوب ممكن يكون كتابة كلاشيهية زي اللي موجود في كل كتيبات السياسات في الشركة، لكن مهم ان انت تعرفها، لان لو اتزنقت هتروح لسياسات الشركة وتطبقها وهتبقى في السيف سايد. لان لما حد يقولك انت عملت كده ليه، تقول لهم في كتيب الشركة في سياسة الشركة في كذا كذا كذا. او لما تقف مثلا، يا ترى في خلاف بيني وبين زميلي، اتعامل مع الخلاف ده ازاي، اصعده ازاي للمدير، ايه الاجراءات اللي المفروض ان انا اخدها. يمكن كلام يعني يبان في الاول ان هو روتيني، لكنه مهم جدا جدا ان احنا نعرف الامور دي، لان احنا ما نعرفش ايه المواقف اللي هتقابلنا اللي هنبقى محتاجين نتصرف فيها بطريقة معينة عشان نتبع سياسات الشركة. ودي من أخلاقيات العمل. ثقافة الشركة كمان، في أماكن تدخل فيها تحس إن التعامل فيها فورمال قوي، ناس من الشية بتتعامل، مفيش جو العمل اللي هو فيه صداقة، فيه جو عمل خفيف، وفي أماكن لا، جو العمل فيها خفيف والناس بتعامل على انها كلها سواسية، اي حد ممكن يقول اي اقتراح والكلام ده كله. لما تروح في مكان معين لازم تعرف الكالتشر دي. والاسوأ كمان لما تبقى جاي من مكان تاني وفاكر انك هتقابل نفس الكالتشر اللي انت قابلتها في المكان الاولاني. فمهم جدا، ودي كلها تحت اخلاقيات العمل، تحت الورك اثيكس، البليفز، الحاجات اللي بنؤمن بيها وبنطبقها ومدى اختلافها عن ما هو مقبول وغير مقبول في المكان اللي أنا فيه. العامل الثاني من عوامل الفشل والسبب في ليه أنت فاشل في شغلك هو المعرفة. أي عمل بيتطلب مجموعة من المعارف اللي لازم يكون الإنسان عارفها. هديكم مثل من يعني مثلين من مجالين مختلفين. زي مثلا انت بتشتغل في البوفيه في شركة ما، في مكان ما، في محل، في مصنع، انت عامل بوفيه، ايه المعرفة اللي مفروض تكون بتتحلى بيها؟ مفروض تكون عارف أنواع الشاي وأنواع السكر، السكر له أنواع، وأنواع المشروبات المختلفة، وتبقى عارف كل حاجة بتتعمل إزاي، الشاي بيتغلي إزاي، السكر بيتغلي إزاي، القهوة بتتعمل إزاي، السندوتشات بتتلف إزاي. دي معرفة، والمعرفة ليها مصادر هتكلم عنها بعد ما دي كل مثال تاني. المثل التاني هو لو انت مثلا بتشتغل بروجرامر في شركة، او بتشتغل في حاجة في الاي تي، او بتشتغل في حاجة في التسويق، او في الحسابات، او في اي مهنة تانية، او مهندس، بيبقى فيه مجموعة من المعارف اللي لازم تكون عارفها. لو انت بتشتغل في التسويق لازم تكون تعرف يعني ايه عميل، وازاي تحدد العميل، وازاي تعرف اللي عايزه العميل، وايه الادوات اللي انت بتستخدمها، ايه السيرفيز اللي انت بتستخدمها، ايه الشركات الاعلانات اللي بنستخدمها، ازاي نعمل كتيب للشركة كويس، او نعمل بروشور كويس، او ازاي ان احنا نعمل حملة تسويقية. كل دي حاجات لازم تكون عارفها. وده يدخلني في مصادر المعرفة. اول مصدر من مصادر المعرفة هو اللي بنتعلمه في المدرسة والجامعة، مجموعة من المعارف بنطبق شوية منها ومش بنطبق حاجات تانية، حسب
المجال الصغير اللي انت بتدخل فيه. يعني مثلا المهندسين بيتخرجوا مجالات مختلفة وبيتخرجوا في ديسيبلينز مختلفة، ومش بس كده، وجوه المجال ده بيشتغل في حتة صغيرة. يعني مثلا مهندس الانتاج، انا اتخرجت مهندسة انتاج، اللي اشتغل على خط التصنيع غير اللي اشتغل في التجميع، غير اللي اشتغل في سبك المعادن، غير اللي اشتغل في الجودة، غير اللي اشتغل في تخطيط العمل وتنظيم الورديات، غير اللي اشتغل في تصميم المنتج. وتصميم المنتج دي بقى خد بالك بقى يعني تحت منها، اللي اشتغل في البلاستيك غير اللي اشتغل في الحديد، غير اللي اشتغل في الالومنيوم، غير اللي اشتغل في الانسجة، مواويل. واحنا في الجامعة بندرس حاجات بتعتبر فرشة عامة للحاجات دي كلها، لكن في معارف تانية لازم اتزود منها ولازم ادرسها ولازم اقرأ فيها عشان يكون عندي المعرفة. شوف المجال اللي انت شغال فيه، ايه الحاجات اللي لازم تكون بتعرف عنها في المجال ده، هو ده المعرفة، هي دي المعرفة، هي دي مجموعة المعلومات والعلوم اللي لازم تكون عارفها. لو دخلت في وظيفة ما وانت مستواك مضعضع نص نص، يعني مثلا كان في مرة محامي ما اشتغلش ابدا في المحاماة، وبنسأله بنقول له عايزين استشارة قانونية، هو بنفسه قال ما انصحكمش انا ما اعرفش اي حاجة، انا نسيت اللي تعلمته في الجامعة، وكمان لما اشتغلت بعد كده اشتغلت في حاجات تانية بعيدة عن المحاماة، ما انصحكمش، لازم تروحوا الواحد عارف ايه اللي في القانون، ومش اي قانون، قانون الحاجة اللي احنا بنسأل عليها. لو انت مستواك مضعضع، مستوى معرفتك مش قد كده، دي يعني وصفة للفشل، ده سبب مباشر من اسباب الفشل. السبب الثالث بقى ليه ممكن تكون فاشل في شغلك هو المهارة. المعرفة هي بتدينا الفرشة النظرية، المعلومات اللي احنا محتاجين نتعلمها عن المجال اللي احنا هنشتغل فيه، لكن المهارة هي اللي فيها بنتعلم ازاي بنطبق المعلومات دي. انت ممكن تكون بتعرف تشتغل مثلا اكسل شيت، بتعرف تدخل البيانات والمعلومات، وعارف يعني ايه مدفوعات، يعني ايه مصروفات، يعني ايه كريدت، يعني ايه دبت، يعني ايه الاسيتس، يمكن تكون عارف الحاجات دي، لكن عشان تاخد مجموعه من الارقام وتدخلها في الشيت وتدخل كل رقم في المكان الصح بتاعه وتحسب له في ريشوز، في نسب وحاجات بيحسبوها المحاسبين عشان يقيموا نجاح الشركه وعشان يقيموا الحاجات دي. ابسط حاجة لما المحاسبين يحسبوا المرتبات يعدوا الايام ازاي، يعملوا عملية جمع وطرح، بيحصل ان في يوم بيقع فلازم يتعد، فبتبقى في فورمولا معينة، في معادلة معينة بيطبقوها. ازاي بقى نطبق المعادلة؟ هي دي المهارة اللي بتكلم عنها. عامل البوفيه، انت ممكن تكون نظريا عارف ان الشاي بيتحط شوية شاي على شوية مية في البراد وبنغليهم، دي المعرفة، لكن المهارة بقى هنا تفرق. المهارة هي هتاخد قد ايه شاي على قد ايه مية، ودرجة حرارة المية تبقى قد ايه، وتغليهم قد ايه، وتصب ازاي، وتعمل ازاي، وتمسك الحاجة السخنة ازاي. فلو انت مهارتك مضعضعة زي معرفتك بقت يعني فشل ذريع. لو انت عندك المعرفة وما عندكش المهارة، يبقى لازم تحاول انك تطبق هذه المعرفة مرة ومرة 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 لغاية ما تزيد مهارتك. تشوف مثلا مجرد مسك القلم والكتابة، زمان في المدرسة كانوا بيدونا نكتب كتير كتير كتير، ليه؟ عشان كنا نحسن خطنا، علشان احنا عارفين الحرف بيتكتب ازاي، لكن كتابته وتحسينه وتظبيطه كمان عشان نكتب بسرعة،
عشان نتعلم نكتب بسرعة، لأن لما كل ما تزيد مهارتك في عمل شيء معين كل ما يعني يقل الوقت اللي انت محتاجه عشان تعمل هذا العمل. ففكر كده في مهاراتك، يا ترى مهاراتي مستواها ايه؟ يا ترى انا مبتدئ بيجينر ولا انترميديت ولا سكيلد واكسبرت؟ انا فين هنا؟ لان خدوا بالكم قيمتك السوقية، قيمتك في السوق بتعتمد على الحاجات دي كلها. اخلاقياتك في العمل بتعتمد على معرفتك وعلمك واللي انت عارفه، معرفك بتعتمد كمان على مهارتك. انا لما عينك ووديك مهمة معينة متوقعة ان مهارتك في مستواها ده هتديني مردود وعائد معين. السبب الرابع ليه انت فاشل في شغلك هي الثقة بالنفس. والثقة بالنفس بتعتمد على عوامل كتيرة قوي، منها العوامل السابقة اللي انا ذكرتها. يعني كل ما تزيد معارفك وعلمك ومعلوماتك بتبقى عارف انت بتتكلم عن ايه، بتزيد ثقتك في نفسك. كمان لما تزيد مهارتك في عمل شيء معين بتزيد ثقتك في نفسك. لما تبقى عارف ازاي تتكلم وتعبر عن معلوماتك وعن نفسك بتزيد ثقتك في نفسك. لكن في جزء كبير قوي من الثقة بالنفس بيجي من كل الظروف اللي مرينا بيها قبل ما نشتغل. تربينا ازاي، عملونا في البيت ازاي، في المدرسة كنا ايه، صفاتنا احنا الشخصية ايه، كل دي حاجات بتساهم في بلورة ثقتنا بنفسنا. والثقة بالنفس معناها ايه؟ معناها ان انا واثق او متأكد من قدراتي على امر ما. تبص تلاقي الطفل الصغير بيحاول انه يقوم ويقع يقوم ويقع، لو اللي حواليه خوفوه انه يقوم تاني هنا بتهتز وبتتزعزع ثقته في نفسه ويبقى مش متأكد انه يقدر يقوم. لكن لو اللي حواليه شجعوه يلا قوم تاني بيزيد هذا التأكد. لا ده خلاص، انا المرة دي ان شاء الله هبقى كويس، انا المرة دي هقوم وامشي، المرة دي هقوم واخد خطوتين ثلاثة. وتلاقي الطفل فرحان بنفسه لما بيعمل الكلام ده. فكر كده في ثقتك بنفسك، يا ترى انت واثق بنفسك؟ انت عارف انت ايه قدراتك؟ من غير غرور، من غير كبر وتيه وعنترية كذابة، وبدون ما تبقى عارفين سموها ريش على ما فيش، انت كده فاضي اصلا من جوه وبس نافخ نفسك، لان جالك احساس ثقة زائف كمان من تعامل الاخرين معاك، من باباك كان بيعاملك ازاي، من مامتك بتعاملك ازاي. فشوف انت واثق من نفسك قد ايه. ليه بقى تزعزع الثقة في النفس عامل من عوامل الفشل؟ لانه مش هيخليك تعمل الحاجات اللي مفروض تعملها عشان تتعلم مهارة جديدة او عشان تنمي مهارتك الجديدة. لا لا لا، انا خايف اكسر الحاجة دي، انا خايف اعمل كذا. فعدم تأكدنا من جوانا ان احنا قادرين على عمل شيء معين ده هيخلينا ما نتطوعش لمشروع جديد. يا جماعة جه المدير، يا جماعة أنا عندي مشروع جديد ويعني وعايزين نعمله، وعايزين نعمل فريق. أنا يا فندم خدني معاك مرة الجاية، تعرف أن فلان دوا أنا أقدر أعتمد عليه، فلان دوا بيعمل، فلان دوا حتى لو ما عندوش المعرفة 100% بيقعد يذاكر ويقرأ ويجيب كتب جديدة ويتعلم توتوريالز عشان يعرف هذا الأمر ويجرب ويحاول وهكذا. فلما يبقى عندك ثقة في النفس كمان هتعرف تعبر عن أفكارك كويس، تعبر عن أفكارك مش إن أنت خايف بتقدم رجل وتأخر رجل، لا بتعبر عن أفكارك وبتتكلم. وده يدخلني بقى في النقطة الخامسة. النقطة الخامسة هي مجموعة من المهارات، بس مش المهارات الفنية التكنيكال اللي بتطبقها في عملك، هي مهارات التعامل مع الناس. بتفهم الآخرين ولا لا؟
بتعرف تعبر عن أفكارك وآرائك ولا لأ؟ بتعرف فلان عايز إيه فتديهوله، لكن فلان التاني بيهتم بأكتر بده فتديهوله. فمجموعة المهارات في التعامل مع الآخرين دي مهمة جدا جدا، ودي مهارات مش شرط ان احنا بنولد بيها. على فكرة جزء كبير جدا من المهارات دي بتبقى مهارات مكتسبة. كل ما تتكلم مع الآخرين وترتب نفسك، كل ما تعمل presentations مثلا وتعرض أفكارك، كل ما ترتب وتعمل سيناريو للكلام اللي هتقوله، كل ما تفكر في الأشخاص اللي حواليك وفريق شغلك واللي بتتعامل معاهم، كل ما تفكر يا ترى هو قال كده ليه وعشان ايه، كل دي أمور هتساعدك في التواصل مع الآخرين. وان احنا كمان ناخد بالنا من ان الناس شايفانا ازاي. كل واحد فينا، انا قدامكم اهو بعمل الفيديو ده، انا مش شايفة نفسي، انا هشوف نفسي بقى بعدين لما اشوف الفيديو ده. كل واحد فينا ما نقدرش نشوف نفسنا، ممكن نكون الراجل ده كان بيشتغل كويس وكان بيعمل شغل كويس والكلام ده، ولكن مهاراته في التعامل مع الناس واسلوبه في التعامل مع الناس كان منفر، فضيع كل مهاراته وكل معارفه وكل معرفته يعني وكل الحاجات الكويسة اللي فيه. فلازم نفكر في مهارات تعاملاتنا مع الآخرين، بنتعامل معهم ازاي، بنسلم عليهم ازاي، بنبص لهم ازاي، بنتكلم معهم ازاي، بنفهمهم وبنفهم الكلام اللي هم بيقولوا ازاي، ونقيم ده، لان ممكن دي مجموعة المهارات دي تكون عامل كبير من عوامل ليه انت فاشل في شغلك. اخر سبب بقى من الاسباب اللي مخلياك فاشل في شغلك هو النفس القصير. لما بنوكل بمهمة ما، لما بتسند الينا مهمة ما، عندنا تاسك معين، عندنا شغل معين، الوقت الحقيقي الفعلي اللي بنأديه في أداء هذه المهمة وبنخلصها بجودة شكلها قد إيه مهم جدا. بنتلصق وده بيدخلنا في أخلاقيات العمل الأولانية، ما باخدش وقت كافي إن أنا أدي الشغل حقه وأدي له وقته اللي مطلوب عشان بزهق بسرعة. وفي بقى النفس القصير على المدى الطويل، ده على المدى القصير، النفس القصير على المدى القصير، مهمة النهاردة، شغلانة النهاردة، حاجة مفروض اقعد فيها ساعتين اشتغل فيها كويس، احاول اتلصقها في نص ساعة. لو خلصتها في نص ساعة بذكاء يبقى انا مهارتي عالية، يبقى انا معرفتي كبيرة فخلصتها بسرعة، ده كويس. لكن لو انا لا بفتقر للمهارة وبفتقر للمعرفة واديها وقت قصير هتطلع متلصقة وهتطلع وحشة. النفس القصير بقى على المدى الطويل ده حاجة تانية بقى. ان انا ما عنديش الصبر الكافي ان انا اقعد في هذا المكان وان انا اثبت نفسي في هذا المكان. طبعا الشغل اختلف، زمان ابهاتنا كانوا شغالين في شغل واحد، شوفوا كده ابهاتنا تلاقيها وبتلاقيهم كلهم طلعوا على المعاش من نفس الشركة ولا المصلحة الحكومية اللي تعينوا فيها ساعة ما تخرجوا، بيشتغل في المجال دو بقاله سنين، بيشتغل في الشركة دي بقاله سنين. دلوقتي بيختلف الأمر، الخريجين الجداد بيشتغل في أي شركة من سنتين إلى خمس سنين، وده يمكن حتى من أيامية أنا نفسي. فمن سنتين لخمس سنين يا ترى انت بتقعد قد ايه في الشغل بتاعك؟ مهم جدا ان انت لما تقعد في مكان ما تقعدش اقل من سنتين، وتديله النفس اللي يصبرك انك تفضل في المكان ده سنتين. لانك لما بتطلع من الشغل بسرعة قوي
ده فور شور بيديني احساس ان انت اترفدت. وانك تطلع مرفوض حاجه وانك تطلع مستقيل حاجه وانك تطلع مستقيل عشان تروح مكان احسن حاجه تانية. فلازم تدي نفسك فرصه انك تشتغل تفضل في المكان ده سنتين. هتجيلك فرص، اذا ما كانتش فرصه واو ومتاكد ان انا هطلع من هنا عشان اشتغل هنا على الاقل سنتين ما تطلعش. لكن لو انا قعدت هنا شهر، لو انا قعدت هنا شهرين، لو انا قعدت هنا 3 شهور، ودي بتحصل ساعتها، يعني ما بتبقاش قعدت الفتره الكافيه ان انت تعمل مهاره ما، ان انت تثقل مهاره ما، ان انت تتعلم حاجه معينه. فانا كامبلاير، انا كرب عمل او كشخص مثلا مسؤول عن التوظيف او مديره اداره، وجات لي الريزومي بتاعتك ولا السي في بتاعتك، ولا جه مثلا زميل من الزملاء بيقول لي حنان ده في فلان الفلاني عايزين نشغله مش عارف ايه، اول حاجه هات لي السي في بتاعته. جيب السي في واقراه، ابص الاقي السي في يعني شهرين شهر شهرين شهر، ايه ده، ايه التنطيط ده كله؟ هبقى متردده مليون مره ان انا اساعد هذا الشخص، لان انا كمان برضو عندي سمعتي، فانا مش عايزه احط سمعتي على المحك. فما يبقاش نفسك قصير، ما يبقاش نفسك قصير ان انت ما تديش لنفسك الوقت الكافي لتعلم مهاره ما، ما تديش لنفسك الوقت الكافي عشان تدرك او تتعلم كل مجموعه المعارف اللي انت محتاج تتعلمها عن المجال ده، او ان انت كمان تزهق من الشركه وتسيبها. لو انت بقى مشوك، دي حاجه تانية، ممكن يبقى ليها فيديو تاني ليه انت اترفدت، دي اسباب. لو انتوا عايزين الفيديو ده يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات، هل عايزيني اعمل فيديو عن لماذا اقلت، او لماذا استغنوا عنك، او لماذا اترفدت. فاخر نقطه اللي هي النفس القصير، ما يبقاش نفسك قصير. اركز، اركز في مكانك، اتعلم كل الحاجات اللي انت مفروض تتعلمها. ما تسيبش الشركه مع اول مشكله ليك، ما تسيبش الشركه مع اول يعني عقبه صدفتكم. ويمكن ده هيخليني احكي لكم عن شاب جميل خالص، عمل هو وزمايله شركه، 3 زمايله و4 زمايل عملوا شركه وعملوا منتج حلو جدا، وابتدوا يشتغلوا شويه وكويسين. بعد حوالي سنه من الشغل الكويس، طبعا نص السنه دي هما بيستابلش الشركه، نص السنه دي بينشئوا الشركه وبيظبطوها، وبعدين ابتدى ياخد الموضوع مومنتم شويه، يعني ابتدى يبقى فيه شويه نجاحات، وجاه في فتره ابتدى بقى يبقى فيه عوائق ومصاعب والكلام ده. الشاب ده سابهم، انا قابلته بعد ما سابهم، وبعد ما راح مكان تاني واشتغل في وظيفه تانية، بيقول لي انا بندم، بندم جدا 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 ان انا سبتهم، انا كان نفسي قصير. فعلا يعني هو اللي قال لي كلمه النفس القصير، انا كان نفسي قصير. والثلاثه التانيين اللي فضلوا مع الشركه في وقت الصعوبة دي، خلاص يعني هم الثلاثة الأونرز، هم دلوقتي مالكين الشركة، والشركة عدت المرحلة الصعبة وابتدى يبقى فيه ستيدي إنكم للشركة، وابتدى يبقى فيه دخل مناسب للشركة. وقال لي إن هم ساعتها الثلاثة التانيين كانوا بيشتغلوا شغلانات بارت تايم، لأنهم ما كانوش قادرين يجيبوا دخل كافي من شركتهم دي، فكانوا بيشتغلوا شغلانات تانية عشان يسدوا الفجوة ما بين الدخل اللي مفروض يعني يحصلوا عليه، عشان كل واحد عنده بيت وبيبيات صغيرين يمشي فيها، بس في نفس الوقت ما سابوش شركتهم وتمسكوا بيها. فانت لما تروح مكان ما تسيبوش بسرعة، اقعد رستق نفسك، استقر شوية قبل ما تفكر في الخطوة اللي بعدها. دول الست أسباب اللي أنا توصلت إليهم ليه أنت فاشل.
ياريت لو أي حد عنده أسباب أخرى اذكروها تحت، وخلونا نتعلم من بعض ونفهم يا ترى إيه اللي بيخلينا نفشل، إيه اللي ما بيخليناش نحقق النجاح اللي نفسنا فيه. أشوفكم المرة الجاية.